لهذه الملازمة وللذاكرة القوية التي اختصه الله تعالى بها، كان أبو هريرة حاد الحفظ، لا يكاد يسمع شيئا إلا حفظه، وأعانه على ذلك ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بعد وفاة أبي هريرة كان يخاطبه بعد وفاته وهم يدفنونه، يقول له: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. لذلك روى أبو هريرة كثيرا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم للسببين اللذين ذكرتهما. قال بعضهم إن أغلب الروايات أو إن أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، وهذا الرجل الذي أسلم في العام السابع للهجرة. لذلك بما أن أكثر الروايات تدور على أبي هريرة، نجد أن المستشرقين الذين أخذوا على عاتقهم أن يقدحوا في شريعة الإسلام، في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعنون كثيرا بروايات أبي هريرة، لأنهم يدركون أنهم إن نقضوا روايات أبي هريرة فإنهم سيلغون جانبا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن روايات أبي هريرة كما قلت تنتشر في كثير من أبواب شريعة الإسلام. لذلك هؤلاء القوم عنوا بالطعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مطاعنهم في كتاب الله فقد فندها أهل العلم تفنيدا، إلا أننا في درس السيرة النبوية بما أننا نعرض إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإننا سنلفت النظر إلى بعض ما احتج به المستشرقون من أعداء هذه الشريعة كأمثال شاخت وجولد زيهر في كتبهم، وكتبهم موجودة. هؤلاء تعرضوا لأبي هريرة وسعوا إلى أن يقدحوا في رواياته منطلقين من باعث واحد كلنا يدركه، وأن هؤلاء يسعون إلى الطعن في دين الإسلام. لذلك جاءوا ببعض الشبه التي بثوها في كتبهم وتلقفها منهم بعض بني جلدتنا من المسلمين، من الشباب الأغرار الذين لا يدركون شيئاً من مصطلح الحديث ولا من علوم السنة، سوى أنهم تلقفوا هذه الروايات من هؤلاء المستشرقين. المهم أن المستشرقين الذين ذكرتهم كذلك قال بذلك غيرهم، هؤلاء قالوا يشككون، قالوا إن أبا هريرة قد روى 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لعقل بشري، هكذا يقولون، أن لعقل بشري أن يحفظ هذا العدد الكبير من الأحاديث، يحفظ 5000 حديث وفي بعض الأحاديث قصص طويلة، وهذا الأمر يقولون إنه لا يستطيعه الآن إلا الحاسب الآلي أن يحفظ هذا كله. وهذا العدد الكبير الذي حفظه أبو هريرة كما يصورون، يقولون أيضا إنه أسلم متأخرا، فكيف يحفظ هذا العدد الكبير، يحفظ 5000 وقد أسلم في السنة السابعة للهجرة. كما أن هؤلاء يقولون إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى أبا هريرة عن التحديث، وكان يقول له إنه سينفيه إلى أرض القردة. أرض القردة فسرها بعضهم بأنها أرض دوس، أي إلى بلاده، لأن أبا هريرة استوطن المدينة المنورة وبقي يحدث فيها. فاحتج هؤلاء بهذه الأمور كلها لأجل أن يقولوا لنا، أن يبعثوا لنا رسالة، أن أغلب سنتكم، أن أغلب ما تنقلونه عن نبيكم إنما هو أمر مختلق وليس أمرا صحيحا، لهذه الأسباب التي ذكروها. إلا أننا حينما ننظر ونحكم بمنهج علمي دعونا من العاطفة، نعم نقول إن علماء الإسلام
قد اتفقوا على الرواية عن أبي هريرة، فالأئمة كلهم يروون عن أبي هريرة، والأمة كلها تحتج بروايات أبي هريرة، وعلماؤنا في مسند الربيع لهم عشرات الأحاديث ما نقلوها إلا من قبل هذا الصحابي أبي هريرة. فالاتفاق حاصل من قبل أهل العلم، ولكن من أين جاء جولد زيهر وأبو ريا مصطفى أبو ريا الذي أخذ ينقض السنة في كتابه أضواء على السنة المحمدية، من أين جاءوا بأن أبا هريرة روى 5000 حديث؟ هنالك عبارة لأحد الأئمة وهو الإمام ابن حزم الظاهري يقول فيها إن أبا هريرة روى 5000 حديث، ولكن حينما يقول أهل الحديث إن فلانا روى 5000 حديث، هل يعنون حقا أن هناك 5000 لفظ رواها هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أنهم لا يقولون ذلك. 5000 حديث مع المكرر، فأبو هريرة يروي مثلا من طريق أبي عبيدة عن جابر عن أبي هريرة حديثا، ويرويه البخاري مثلا من طريق الزهري، ويرويه مسلم من طريق غيره، وهكذا. هذه علماء الحديث من عادتهم أنهم يعددونها عدة أحاديث ولا يعدونها حديثا واحدا، لذلك هنالك المكرر، هنالك الصحيح، هنالك الضعيف، فقالوا 5000 حديث. إذا حذفنا المكررات من حديث أبي هريرة لعلها لا تزيد على 1200-1300 حديث فقط، فمن أين جاء هؤلاء ب5000 حديث وإن كانوا صادقين حقا؟ وخاطب بهذا بني جلدتنا الذين يبثون مثل هذه الشبه التي جاء بها المستشرقون اليهود، يبثونها في وسائل التواصل لعامة الناس حتى يزعزعوا من مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب العامة. أدعوهم إلى المنهج العلمي وأقول لهم إن كنتم صادقين أن أبا هريرة روى 5000 حديث فأتونا بها، عندكم الحواسيب، عندكم ما عندكم، فأتونا ب5000 الحديث هذه التي تزعمونها، لن يجدوا ذلك ولن يصلوا إليه. روى كما قلت ما يقارب 1300 حديث، إلا أن فيها الصحيح والضعيف، وفي هذه الأحاديث ما يشاركه غيره من الصحابة، لذلك أتوقع أن الأحاديث التي انفرد بها أبو هريرة ولم يروها غيره لا تزيد على بعض العشرات من الأحاديث، لا تزيد على 60-70 حديثا في هذه الحدود، المهم أنها لا تزيد على 100 حديث، هذه التي رواها أبو هريرة وحده ولم يشاركه غيره، على أنه كان، حتى تدركوا، عسى أن لا يكون الأمر في عرضه عسيرا عليكم، أسعى إلى تذليل القضية قدر ما أستطيع وعلى الله تعالى التيسير. هنالك مصطلح عند أهل العلم يسمونه مرسل الصحابي. الصحابة حينما يرون عن نبينا صلى الله عليه وسلم، حينما ينقلون لنا واقعة من الوقائع، لا يلتزمون أن يرووا ما رأوه بأنفسهم أو ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحابة يروون ما سمعوه من صحابة من غيرهم من الصحابة من كبار الصحابة. إذا جئتم إلى الحديث الذي ذكرناه في أوائل دروس السيرة لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش بطنا بطنا، هذا الحديث يرويه أبو هريرة ويرويه ابن عباس، لعل ابن عباس عند وقوع هذه الحادثة لم يكن مولودا، لأن ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 10 أعوام أو 13 عاما، إذن لم يولد ابن عباس، إلا أنه مع ذلك يروي هذه الرواية. أبو هريرة لم يسلم إلا أنه يروي هذه الرواية. هذا الأمر نسميه مرسل الصحابي، أي أن الصحابية يروي الحادثة أو الواقع أو اللفظ من طريق صحابي آخر، لعله سمعه من أبي بكر، لعله سمعه من غيره من الصحابة الذين أسلموا أولا فيرويه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام السالمي رحمه الله تعالى في شمس الأصول ومرسل الأخبار فهو المنفصل، فإن يكن عن الصحابي قبل بلا خلاف
والخلاف قد ورد في التابعي والصحيح لا يرد، أي أن الصحابي حينما يروي عن غيره من الصحابة يقول الإمام السالمي يحتج به بلا خلاف عند أهل العلم. لذلك هذه العشرات من الأحاديث قد يرويها أبو هريرة عن غيره من الصحابة لم يكن يسمعها. أما قولهم كيف يمكن لعقل أن يحفظ هذا الكم الهائل من الأحاديث، فقد ذكرت أنه ليس بالعدد الذي ذكروه أولا. الأمر الثاني لا يعجب من ذلك، أبو هريرة ما شهر بعلم التفسير، ولن تجدوا في كتب التفسير إلا نزرا يسيرا أن أبا هريرة يفسر القرآن، ولكن شهر به ابن عباس. في باب المواريث أبو هريرة لم يشهر به، لم يشتهر به، وإنما شهر به زيد بن ثابت. في باب القضاء اشتهر به الإمام علي بن أبي طالب. في باب الفقه اشتهرت به السيدة عائشة. هذه تخصصات في الحياة. الرجل ما كان مشهورا بالفقه، وإنما كان مشهورا بالذاكرة التي ينقل فيها ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا تخصصه الذي من الله تعالى به عليه. في حياتنا مع بعد الناس، مع وجود الناس الآن، مع كثير من الشواغل والملهيات، إلا أن هناك أمثلة كثيرة في زماننا هذا رأينا بعضها فيها أن أناسا يحفظون الأوراق الكثيرة بل الكتب الكاملة من سماع واحد. الله تعالى أعطاهم هذه الموهبة. قد يحرمون من مواهب عديدة، إلا أنهم في هذه الموهبة ربنا سبحانه وتعالى أكرمهم بها فيحفظون. إذن كيف يعاب أبو هريرة بأنه يحفظ هذه الأحاديث؟ هذا مع كونه في ظرف زمني بعيد عن الشواغل التي في زمننا هذا. فوق ذلك الإنسان المشغول الذي لا يوجد لديه تركيز إن صحت العبارة لغة في بعض الشؤون أو العلم، وكان ذهنه مشتتا لا يستطيع أن يدرك. إن كان مشغولا بشواغل الحياة الكثيرة فذهنه لا يكاد يجمع العلم. أبو هريرة ما كان مشغولا بشيء. إن رأيتم حال أبي هريرة ستجدون أنه إنسان متفرغ للحفظ، لم يكن له أي عمل آخر. هو يرى نجاحه، تفوقه الذي يمكنه أن يتميز به عن الآخرين في حفظه هذا، لذلك أذهب كل الشواغل عنه وأخذ يحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك اجتمع عنده مثل هذا الحديث، وهذا الأمر ليس بالبعيد وأمر مقبول جدا. لو أن أبا هريرة اشتغل بالجهاد في كل الغزوات، لو أن أبا هريرة اشتغل بالإدارة، لو أن أبا هريرة اشتغل بالتدريس أو الولاية أو غير ذلك لقلنا إنه مشغول فمتى سيحفظ، إلا أنه من أهل الصفة، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لو قلت لواحد منكم لازم أباه لخمس من السنين، لو قلت له هل يمكنك أن تسرد لي الوقائع التي مرت على أبيك في هذه السنوات الخمس، هل يمكنك أن تكتب لي كتابا عن أبيك فيسرد أقواله يسرد أفعاله وتفاصيل حياته في خمس سنوات، كم سيجمع الإنسان من المعلومات؟ هل سينقص عن مجلد أو مجلدين؟ إن كان هذا الإنسان قادر على الكتابة لن ينقص عن ذلك. فكيف برجل يسرد لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة وهو يتعبد الله تعالى بذلك، مجرد أن يرى حدثا من الصباح من الظهر بعد ذلك في المساء وفي الليل يرى الأحداث ويسجلها ويخزنها في ذهنه. إذن ليس من البعيد أن يحفظ هذا الكم كله، ليس هنالك ما يمنع من هذا الأمر عقلا. لذلك تفرغه واستعداده من حيث ذكاؤه وملكاته للحفظ هو الذي أورثه هذا الأمر. لذلك يقول ابن عمر كما أسلفت من قبل في الحديث، يقول ابن عمر كنت ألزمنا لرسول الله، أي كنت أكثرنا ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. ومن هنا حفظ أبو هريرة هذه الأحاديث كلها. أما ما يذكرونه من نفي
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو من نهي عمر بن الخطاب لأبي هريرة، فالواقع أن هذه الرواية غير صحيحة، أن هذه الرواية ابتدعها أبو ريا في كتابه أضواء على السنة المحمدية، اختلقها وكذب بها، وهم يظنون أنهم يطبقون المنهج العلمي بذلك، لا توجد هذه الرواية، وإنما قالها عمر، رويت أن عمر قالها لكعب الأحبار وليس لأبي هريرة، ومع ذلك هي رواية في إسنادها ضعف ولا تصح، فأين المنهج العلمي الذي يدعيه هؤلاء القوم؟ إلا أنها الشهوات وحب الإغراب لأجل أن يستحوذ الناس على أفكار الآخرين، أو لأجل أن يسوغ تقصيرا في نفسه، فلذلك يشكك الناس ويزعزع مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. إذن أبو هريرة تفرغ لهذا الأمر، لذلك حفظ ما لم يحفظه أحد من الصحابة، إلا أن رواياته لا تصل إلى العدد الذي ذكره أولئك القوم، وإنما رواياته أقل من ذلك، ومن أراد استقصاءها فبرامج الحاسوب الآن تيسر هذا الأمر كله، وتفند تلك الدعاوى المغرضة التي جاء بها شاخت وأمثاله من المستشرقين الذين ما انطلقوا إلا من منطلق يهودي يحارب هذه الشريعة، وأخذ الأغرار من بني جلدتنا يرددون ما يقوله أولئك، بل يزيدون فوق ذلك حشف كما قالوا وسوء كيله. نسأل الله تعالى العافية.